ده انت لو بتسقطي عيل كنت زمانك خلصتي من زمان. معلش اصل عندي مشكله كده. القولون يا حبيبتي انا حاسه بيكي، انت مش على بعضك من الصبح. ما تقلقيش خالص، ما تتكسفيش. لو حاسه انك عايزه تفلتي حاجه كده ولا كده اعمليها براحتك، ما تتكسفيش عادي، احنا زمايل. ايه؟ لا مش دي المشكله. البواسير؟ لا مشكله تانيه خالص. فاكره لما قلت لك ان موبايلي القديم اتسرق من كام يوم؟ اه قلتي لي ان موبايلك اتسرق. ايه لقيتيه في الحمام؟ هو في ايه بينك وبين الحمام؟ لا واحد بعت لي وقال لي انه لقى الموبايل. طب ماشي كويس، ايه المشكله؟ المشكله ان هو عاوز فلوس. طبعا حقه، لقى الموبايل ياخد فلوس، ياخد حسنته. ايه النتنه اللي انت فيها دي؟ فكي الكيس. لا يا زينب مش عشان يرجع لي الموبايل، بيقول لي لو ما بعتلوش فلوس هينزل الصور اللي على الموبايل على النت. طب وايه يعني ما ينزل صورك على النت عادي؟ ما انت صورك ماليه الانستجرام والفيسبوك وطوب الارض بيشوفها. مش عادي. ليه مش عاديه يعني؟ وانت صورك اللي عليها نقش الحق. صورك نوادي يعني؟ نوادي؟ اه نوادي جمع نود. يعني تبعتي له نوادي وهو يبعت لك نوادي؟ صورتك بقى من غير الطرحه وبالحمالات وفي الحمام، وتقولي لهم صحة أول ما تشوفها، وهو طبعاً بيحتفظ بيها عشان يوريها لكل أصحابه. أيا معفنة يا سفلة، كنت بتبعتيهم لمين؟ مش لحد، كنت مصوراهم لنفسي. لنفسك؟ متصورة لنفسك؟ عليا أنا الكلام ده؟ وأنا أقول البت كل يوم بتيجي موردة ومنتعشة ومنتشية كده ليه؟ أتاري من الصور. المهم طمنيني، هو كمان كان بيبعت لك؟ هو مين؟ اللي انت كنت بتتصوري له. ايه؟ طب ما توريني كده. زينب احنا في ايه ولا في ايه؟ بقول لك واحد بيبتزني بصوري. ابتزاز؟ لا كله الا ابتزازك يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ هاتي الموبايل. ده طالب فلوس كروت شحن، اكيد ده شكله عيل صغير. سيبيني انا اتصرف معاه. هتعملي ايه؟ واتش اند ليرن. بقول لك ايه ياض، انت شايف الموبايل اللي معاك ده؟ هتلاقي عليه صور لواحد امور كده وعضلات. العضلات ده يبقى صاحبها، صاحب صاحبة الموبايل. قسما بالله العظيم لو ما رجعت الموبايل ليكون العضلات الأمور ده جايلك لحد عندك، ومش محتاج أقول لك بقى ساعتها هيعمل فيك إيه لما يجيلك. الصور عندك تقدر تشوف حجم المصيبة اللي هتحصل لك منه. يلا يا بلاش عبط ورجع الموبايل. ما تقلقيش هيرجع لك الموبايل. ولا سعيد في حد بيتحرك هناك اهو. ايه ده؟ اه شفته. تصدق من نقطه 27 لصقر في حد بيتحرك ناحيه المخازن. من صقر النقطه 27 حدد شكل الشخص اللي بيتحرك. شخص طويل. طويل طويل واقف عند المخزن. واقف واقف. دخل المخزن خلاص. دخل دخل. جت كل قرف انت وهو، جزمه على نافوخك يا ليل الأدب. ركزوا في شغلكم، جت كل هم. أنا قلت حاجة؟ السلام عليكم. يا أهل الله، هو في حد هنا؟ أمال فين الجدع اللي كان المفروض إن هو هياخد مني الحمامة دي؟ إيه ده؟ ليه بس الدخلة دي يا شبح؟ يا اسطى واحد الله كده ونازل مسدس. على فكرة أنا الطوخي. الطوخي الباشا كان جاي عشان يشتري منه الحمامة النادرة. لا وربنا أنا سارق له فرد حمام نادر ما يلاقي. يا اسطى في إيه بس يا اسطى؟ واحد الله أنا عملت إيه؟ أيوة 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 كلمة السر. ما تقول يا عم إن أنت عاوز تعرف كلمة السر.
كلمة السر هي أيوه دماغ والحمام لازم يعيشوا في سلام. بس ما كانش له لازمة حوار المسدس ده على فكرة. أصل أنا كنت شايفك وكان ممكن أتعامل معاك وأعمل وتلاقي المسدس في إيدي متوجه ناحية دماغك. بس أنا ما رضيتش أزفر المكان بالدم عشان ما شيلش الهم. وبصراحة كده إحنا جايين نشتغل مش جايين نعمل مشاكل. واضح كده إنك مش عاوز تتكلم. حق. بس برضك إحنا مش جايين نتكلم. إلا ما تعرفش الباشا بتاعك ده هيجي إمتى؟ وربنا أنا سارق له فرد حمام نادر ما ألاقيه زيه. طب ما تعرفش الباشا ده ممكن يشتري الحمامة بكم؟ يا اسطى انت اخرس ولا ايه؟ يا اسطى ما تتحاور معايا كده جرايا شبح ده احنا صوتنا اتنابح. ما تبقاش انت وطليقتي ما بتردوش عليا. ده ايه النصيبة دي؟ ايه ده ايه ده؟ شفت اللي حصل؟ ايه؟ اميرة خدت حكم نهائي في القضية خلاص. بجد؟ هو الخبر اهو مكتوب. بص وقد تم الحكم على الموظفة بشركة صقر بالسجن 6 سنوات. 6 سنين؟ يا دي النيلة. مالك يا عم وزعلان عليها كده ليه؟ يا عم ولا زعلان ولا حاجة بس أنا كنت معلق رهان أنا والعيال في المكتب إنها تاخد 7 سنين. لا خلاص بقى ربنا عوضك عايش. بص ما تقلقش إحنا أصلاً شغالين في شركة رمم كلها رمم وهتلاقي بكرة حد بقى بيختلس ويتقبض عليه تاني عادي. صراحة عندك حق شركة رمة فعلاً. بقول لك إيه أنا مش عارف أنا هنا ليه أنا قرايبي كلهم يا مهندسين يا دكاترة وأنا المرمي في الشركة الرمة دي. يعني مش بس كده ده حتى العصابة اللي إحنا بنراقبهم عصابة مهزأة أصلاً. مهزأة إيه يا مهزأ أنت؟ العصابة اللي بنراقبها دي تقيلة جداً. دول بيعملوا مزادات لحاجات مسروقه كل يوم. بجد؟ يعني ممكن يكون عندهم موبايلات؟ اصل الموبايل عندي جاب شاشه وعايز افوره الصراحه. بجد والله؟ معلش يا فندم مزادات الموبايلات خلصت امبارح. يا سعيد ركز بقى يا سعيد في ايه؟ العصابه دي النهارده عندها مزاد لحمام نادر مسروق. حاجه تافهه بس مش مهم هنقبض عليهم برضه. لا يا كامل خلي بالك بقى. موضوع الحمام ده مش هزار. الحمام ده اصلا خطر جدا. الحمام ده كائن غدار. غدار؟ تصدق فعلا وانا جاي حمامه كانت ماسكه مطوه وكانت عاوزه تثبتني. غدار ايه يا سعيد الهبل اللي انت بتقوله ده؟ اتريق اتريق. انت قصدك ما تعرفش ان عم الله يرحمه حمامه موتته؟ نعم. ايوه يا عم انا هقول لك. عمي مره زمان كان نفسه في حمام فنزل السوق عشان يشتري حمام على اساس ان مرات عمي تعملها له بالفريكو بتاع. خد الحمامه وروح واداها لمرات عمي وقال لها انه هينزل يقعد على القهوه على ما هي تجهز الاكل. مش هتصدق بقى ايه اللي حصل. هو انا مش متخيل في حاجه حصلت. لا انا اقول لك بقى ايه اللي حصل. عمي رجع البيت لقى بيولع حريقه كبيره جدا فدخل بقى عشان يلحق حمامه؟ لا مرات عمي دخل عشان يلحق مرات عمي. ما طلعش مات الله يرحمه. الله يرحمه وينتقم الحمامه بنت الكلب دي. طب يا سعيد معلش انت شايف ان الحمامه هي اللي ولعت في البيت؟ هو ما كانش في حد تاني غريب في البيت الا هي. سعيد